جرى اتصال هاتفي بين حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه واخيه سمو الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح ولي عهد دوله الكويت نقل جلالته خلاله تحياته الى حضره صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح امير دوله الكويت الشقيقه وتم خلال الاتصال تبادل التهاني والتبريكات بمناسبه حلول عيد الفطر المبارك دعينا المولى عز وجل ان يعيد هذه المناسبه على البلدين والشعبين الشقيقين والامتين العربيه والاسلاميه بالخير واليمن والبركات